السمكة اللي في الصورة قدامك دي شكلها غريب وبتستخدم وسيلة دفاع غريبة لإخافة المفترسات، بالإضافة لإن اسمها كمان أغرب، والسمكة دي بقى اسمها السمكة المنتفخة ذات البقع السوداء، تحس إن عليها حسنات كده، كمان اسمها السمكة ذات وجه الكلب، وليها 4 أسنان بتندمج مع بعض فتشبه المنقار، والعلماء قالوا إن كل الأسماك المنتفخة بتحتوي على مادة سامة، واللي بتكون موجودة في جلدها وأحشائها وغدادها التناسلية، وبالإضافة لسميتها دي بقى، فبتمتلك واحدة من أغرب طرق الدفاع في عالم البحار. فأول ما بتحس بخطر بتقوم عاملة نفسها بالونة أو كرة جلد، فتبتلع الماء أو الهواء وتملى معدتها، واللي بيسبب لها انتفاخ، فبتصبح أكثر رعبا، بالإضافة لأنه هيكون صعب على المفترس إنه يبتلعها. والعلماء قالوا إن العملية دي بترهقهم جدا، واللي ممكن تسبب لهم الوفاة بسبب الضغط الزايد دوت. فشوف بقى سبحان الله، اللي أودع في الكائنات دي طرق لتدافع بها عن نفسها.